يعني بي سي شاريه انا على اساس انه راه ما خدام، شوف الاخر صدق خدام. كيف مشيتو معايا في واحد الفيديو، هاد البي سي ده خديته من السوق يعني بواحد الثمن اللي رخيص، لقيت فيه الشاشه ديالو خديته على اساس انه ما خدامش غير باش نهز منه البياس، ولكن في نهايه المطاف لقيته خدام، ولكن الشاشه ديالو فيها هذا المشكل. غادي نحاول نركب ليه شاشه. الشاشه خديتها هاد السوق هذا كيف ما كتشوفوا، هذه شاشه مزيانه غادي نركبها هنايا. المهم غادي نشارك معكم مراحل ديال الاصلاح. المهم مراحل ديال الاصلاح كيف ما كتشوفوا كيكونوا دايرين هنايا واحد البلاستيكه مغطيه الفيسات اللي خاصهم يتحلوا، كاينه وحده هنايا وكاينه وحده هنايا في القنص. دابا غادي نفتح الفيسات، نتمنى من الله تيسير. المهم الطريقه ديال الفتح كيف ما كنقول دائما بلاستيكه، وكتبدا هنايا من القناه. المهم غادي نحاول نفتح البيسي كامل لان بان ليا فيه حتى هاد البلاصه هادي يعني خاصها تصايب، غادي نفتحو كامل باش هكا نقدر نحيد الشاشه ونخدم فيها على راحتي. كما كتشوفوا معنا يعني الطريقه ديال الافتتاح يعني سهله كما كتشوفوا. المهم كيف ما تشوفوا معايا يعني البلاستيك دائما تتحل الفيسات هما الاولين، يعني البيسي كيولي ليفير كيف ما كتشوفوا. يعني الطريقة ديال الافتتاح يعني سهلة وسهلة بزاف كيف ما كتشوفوا. البيسي كيف ما شفتوا يعني محيدين من الديسك دير ديالو، يعني كان ضروري خاصني نفتحو باش نعاود نركب ليه ديسك ديال اخرى وننظفو من الداخل النيت. المهم دابا غادي نصل الشاشة كاملة. المهم كيف ما كتشوفوا باش نصل الشاشة ضروري خاصني نحيد الكارت مير هكا باش تنصل ليا الشاشة، لان شي فيسات جاو تحت الكارتون مير، الفيسات اللي غادي نفتح ديال الشاشه جاو تحت كارتون مير. المهم كيف ما كتشوفوا معايا دابا فتحت كاع الفيسات ديال الكارتون مير. المهم كيف ما شفتوا معايا دابا فتحت الفيسات ديال الكارتون مير، غادي نحيد هاد الصنطه ديال الشاشه غادي تشوفوا. دابا غادي نحيد هاد الخيط هذا ديال الكارت واي فاي، وهادي هي السكيده ماتري ديالنا نحطوها ابار. دابا غادي نفتح هاد الفيسات هادو ديال الشاشه هكا، غادي نفتح الشاشه على راحتي. كيف ما شفتو معانا هي الشاشه حيدات، دابا غادي نقدر نفتحها على راحتي. دابا غادي نكمل الافتتاح ديال الشاشه، هي ماشي بالضروره تفتح كل شيء باش توصل للشاشه، غير انا ضروري خاصني نفتح البيسي باش نركب لي الديسك دير، فقلت نخدم بحال ما هكا احسن يعني كتجيك الخدمه سهله. المهم كيف ما كتشوفوا معنا الشاشه ديالنا حيدات. المهم هاد النوعيه ديال الشاشات كيكونوا شادين من ربعه ديال الفيسات كيف ما كتشوفوا معنا، فيس هنا وفيس اخر هنايا وواحد اخر هنا وهذا حتى هو هنايا. صافي الشاشه ديالنا يعني ولات ليفيرا كيف ما كتشوف. كنحيد واحد السكوتش كيكونوا دايرينو هنايا للشاشه باش ما تنصلش ليها الصمطه، يعني هذه هي الشاشه ديالنا دابا ما بقى الا نبدلها. المهم قلبت مع الشاشات اللي عندي لقيت نفس هاد الشاشه هذه اللي حيدت من هنا لقيتها عندي هنايا، يعني ما غاديش نحتاج نفتح الشاشه الاخرى، هي هذه نفس الشاشه غادي نركبها هنا ونجربها ونتمنى من الله التيسير. كيف ما كتشوفوا معنا نفس النوعيه هاد الشاشات هادو ديال 40 بين، يعني كيف ما كتشوفوا معايا دابا ركبت الشاشه ضروري خاص دير لها يعني شي سكوتش ولا شي حاجه اللي تكون كتلصق مزيان هكايا باش مع المده ما تحلش الصمطه، لان مع الفتيح والسدان تقدر تحل مع المده. يعني كيف ما شفتوا معايا يعني الامر بسيط وبسيط بزاف بالنسبه للتغيير ديال الشاشه، يعني الامر بسيط ما كيحتاجش منك شي خبره باش تبدل الشاشه. دابا غادي نرد لهاد الفيسات ديالها يعني ونجرب، غادي نرد الكارت مير البلاصه ونجرب، اولا نجرب قبل ما يعني نجمع الباسي الا يكون مثلا شي مشكل. المهم كيف ما غتشوفوا معايا غادي نرد الكارت مير البلاصه باش نسيي الشاشه واش خدامه ولا لا، لان ربما تضرب تماره وفي الاخر تلقى مثلا كاين شي مشكل، داكشي علاش يستحسن انك في الاول قبل ما تجمع الباسي تجرب. المهم كيف ما كتشوفوا معايا دابا غادي ندير واحد التجربه ونتمنى من الله التيسير بسم الله.
الشاشة ديالنا يعني خدامة كيف ما كتشوفوا، يعني الشاشة خدامة ما فيها حتى شي مشكل الحمد لله كيف ما كتشوفوا. دابا بقى ليا الا نجمع البيسي نركب ليه الديسك دير ونزيد ليه في الرام، يعني البيسي غيولي مزيان. المهم كيف ما شفتوا معايا دابا رديت البيسي كي كان، دابا غادي نركب ليه ديسك دير ديال 1000 جيجا لانني لقيت محيدين منه الديسك دير. غادي نركب ليه ديسك دير، غادي نفورماطيه، نانستالي ليه الويندوز، ونتمنى من الله تيسير. غنشارك معكم الطريقه ديال الفورماطاج ديال البيسي حتى هي يعني بسرعه. المهم دابا غادي نشعلوا البيسي وغنوركو على غادي نبركو على الشيء هادي باش ندخلوا اليو اس بي، باش نختاروا اليو اس بي هي هاد الاولى. المهم كيف ما غادي تشوفوا معايا يعني الطريقه ديال الفورماطه سهله وسهله بزاف. دابا غادي نمشيو نختاروا اللغه، اللغه انا كنخلي الايطاليه، كدير يعني التالي كدير انستال، يعني هنا كيطلب لك يعني السيريال ديال الويندوز، كدير يعني ليس لدي، يعني كدير هنايا يعني على اساس ان ليس لدي السيريال، يعني كتختار الويندوز اللي بغيتي. يستحسن انك دير مثلا الويندوز 10 برو، كدير التالي، من بعد كتقبل كدير هنايا علامه وكتمشي تاني دائما للتالي، كتختار هنايا كيطلعوا لك الديسك ديرات اللي عندك. انا كنمحي كل شيء وكنعاود ندير ديسك دير وحده، لان هنايا يعني ما كيحتاجوش دير جوج ديسك ديرات، يعني تقسم على جوج دير مثلا السي والدي، فانا كنكتفي غير بالسي فقط. المهم كيف ما كتشوفوا معايا انا دابا كرييت يعني الديسك دير، يعني غادي نفورماطيها ونانستالي دابا الويندوز كيف كتشوفوا معايا، يعني الامر بسيط وبسيط بزاف. دابا غتضغط على التالي وغادي تبدا تانستال الويندوز كيف ما كتشوفوا، يعني الامر بسيط. المهم كيف ما كتشوفوا معايا يعني كتختار دابا اللغه، يعني كيعطيوك هنا على اساس انك الا بغيتي تضيف شي كلافي اخرى، يعني مثلا الا كانت عندك مثلا كويرتي وبتضيف شي وحده اخرى ازيرتي، المهم كتختار. انا كندير دائما يعني تجاهل. هنا كيعطيك الا بغيتي يعني مثلا تكوليكي الويفي ديالك بحال ما هكا، يعني هو كيانستالي يعني كاع لي درايفر اللي خاصين للبيسي كيانستالي اوتوماتيك يعني، ولكن يستحسن انك يعني ما ديرهاش لان يعني تتاخد الوقت بزاف، يعني من الاحسن انك تخلي تديرها من بعد حتى يشعل البيسي عاد يعني تشارجي كاع لي درايفر وتانستالي. هنا كدير السميه ديال البيسي، ديرو ازوس، كدير افانتي، هذيك الا بدير الباسورد ما بغيتيش كتفوتها. هنا انا باش تجيني ساهله ما كنبقاش لانني انا اصلا ما عارفش اللي باغي يشريه واش غادي يعاود يفورماطيه ولا لا. المهم انا دائما كنمشي بسي سي، كتجيني ساهله، كدير سي صافي، دابا البيسي يعني تفورماطا ولا جاهز. المهم هذه هي المراحل ديال الفورماطاج ديال البيسي. المهم كيف ما شفتوا معايا دابا البيسي تفورماطاج، جربته كل شيء فيه خدام كيف ما كتشوفوا، يعني بيسي زوين تبارك الله، يعني غادي تعاود فيه البيع، غادي يجيب الله فيه التيسير. كيف كنقول دائما الانسان كيمشي كيدير دويره في السوق كيجيب الله التيسير، يعني بيسي شاريه انا على اساس انه راه ما خدامش وفي الاخر خدام، يعني كور اي 5 الجينيراسيون الرابعه في الانفيديا 820 جي فورس 820، يعني بيسي زوين تبارك الله، يعني غنعاود فيه البيع وغيشوف الله فيه التيسير. وهذه هي المراحل، والسلام عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله.